كان لهم سهم كبير في الإسلام ويقتدون بأولئك الرجال. أواقفه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخيرا وفاته رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين في كل مكان، وأن ينصر المجاهدين على كل أرض وتحت كل سماء، إن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، هذا هو درسنا إن شاء الله تعالى في سير أعلام النبلاء. ومعنا في هذه الليلة الكريمة إن شاء الله تعالى شخصية عظيمة كبيرة وعلم من أعلام هذه الأمة. وكما أسلفت أيها الأحبة الكرام، كما يقول ابن مسعود وغيره، إن الحديث عن أولئك المؤمنين من أسلاف هذه الأمة ليزيد في الإيمان ويرفع في الهمة. ولذلك تجد الناس إذا سمعوا سير الصالحين وسير المتقين ارتفع إيمانهم وازدادت همتهم وتمسكوا كثيرا بدينهم. وقبل أن أبدأ أيها الأحبة، أنبه على أمرين اثنين. الأمر الأول، وهو أن بعض الإخوة كتب لي في الدرس الماضي في مسألة التسلسل بالنسبة للزمن المعين للمتحدث عنه، وقد قلت في مقدمة هذه الدروس أنني لن أتقيد بزمن ولا بتاريخ، إنما الهدف اختيار شخصية تكون مناسبة، وذلك مراعاة لأمور. أولها أن يكون المتحدث عنه أو الشخصية والعلم تناسب الواقع الذي نتحدث عنه في الغالب. ثانيا أيضا، ولا أخفيكم سرا، إن مسألة البحث والتحضير والإعداد تحتاج أحيانا إلى وقت، فقد يتيسر أحيانا في البحث عن شخصية أسهل من شخصية أخرى في وقت معين. فأفضل أن يكون الحديث قدر الاستطاعة مجتهدا مستعينا بالله جل وعلا، قد جمعت المادة التي أرجو الله أن تكون نافعة خالصة لوجهه. أما الأمر الآخر، فبعضهم يقول بالنسبة لإعلان هذا الدرس أنه لا يصل إلى أطراف الرياض أو حتى ربما بعض المساجد القريبة، فأقول هذا الأمر مناط باللجنة المتخصصة العلمية والدعوية في هذا الجامع، وهنا بالمناسبة أشكرهم على ما يقدمونه من جهود كريمة في اللجنة العلمية في هذا الجامع، وأخص منهم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الديوان والإخوة الكرام الذين يقومون معه في هذا الجامع والداعمين له وأئمة هذا الجامع والموفقين القائمين معهم. ومع ذلك أقول لا يمنع يكون لي ولك سهم في كل عمل خيري، سواء لهذا الدرس أو لغيره، أن نكون دعاة إلى الخير، أن نكون أيضا مفاتيح للناس للخير كما كان يفعل الأوائل والأسلاف. ولذلك بعض الناس يتوقع أن العمل الدعوي محصور على جلوس أمام الناس أو وقوفا على منبر، وهذا ليس بحسب فقط هي وسيلة الدعوة. اليوم الوسائل التقنية ودعوة الناس إلى المساجد وحضور الدروس والمحاضرات من أجل وأعظم الوسائل التي ربما لو اهتدى بها رجل واحد كانت لك خيرا من حمر النعم كلها على هذه الأرض. ولذلك الله من مكانة هذه الدعوة نسب الدعوة إليه، والله يقول والله يدعو إلى دار السلام، والله تبارك وتعالى قال سبحانه وتعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم تشرف بهذه الدعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالمسلم الذي يريد الخير لا يبخل على أن يدعو إخوانه من المسلمين إلى مجالس العلم والخير والذكر والإرشاد والتوجيه، فهذا من أعظم الأمور، خصوصا ونحن في زمن الغفلة وانفتاح الدنيا على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخشى على هذه الأمة الفقر، ولكنه كان يخشى عليها أن تفتح عليها الدنيا كما فتحت على من كان قبلها، وأن تهلكهم كما أهلكتهم إذا تنافسوها. ولذلك اليوم الذي يرى حال هذه الدنيا انهمك الناس إلا ما رحم ربنا في دنياهم، ولذلك أصبح الأعداء الأربعة
تمكنوا من النفس البشرية، النفس والهوى والشيطان والدنيا، كما قال الأول: إني بليت بأربع يرمينني من نبل من قوس لها توتير إبليس والدنيا ونفسي والهوى، يا رب أنت على الخلاص قدير. أما شخصيتنا هذه الليلة هو صحابي عظيم جليل. هذا الصحابي تجوزا أسميه أنا أول رجل أمن استخباراتي، وأول رجل أمن يحمل السرية التامة لهذه الأمة ولنبي الأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الرجل العظيم استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على سره، فهو أمين السر. وهذا الرجل حمل سرا عظيما لهذه الأمة، سرا من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، أظنكم قد عرفتموه. وإن كان بعض جيلنا في هذا الوقت مع الأسف الشديد ربما لا يعرفون رجالات الدين، بل ولا يعرفون الصحابة الأوائل ولا التابعين، وربما إذا سئل بعضهم عن بعض المشهورين من اللاعبين وغيرهم وجدتهم يحفظون حتى حياتهم الخاصة وما يزاولونه في يومياتهم. ولكن الحديث عن الصحابة والرعيل الأول عزيز المنال عند كثير من أولئك. هذا الصحابي لماذا كان أمين السر؟ وهل باح بسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولماذا أعطاه الرسول هذه الثقة؟ هل لأنه تميز بشيء يختلف عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لأنه الرجل الذي تقرب من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ فسيكون حديث الليلة عن كيفية إسلامه بعد اسمه ونسبه، وكذلك بعض مواقفه رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في الغزوات، وموقفه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وموقفه من السر الذي حمله إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم وفاته. واختصرت في الحديث عن هذا الصحابي لأني عزمت إن شاء الله إذا أسعفنا الوقت هذه الليلة أن أقف معكم ثلاث وقفات: الأولى عن الحوثيين والشيعة عليهم من الله ما يستحقون، والثانية الحظر الذي أصبح اليوم على المنائر في سويسرا، والثالثة كارثة جدة. فأسأل الله الإعانة والبركة في وقتنا هذا. هذا الصحابي هو حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. اسمه حذيفة ابن حسيل، أبوه ليس اليمان إنما حسيل، وهو حسيل ابن جابر كما جاء ذلك عند أهل السير. وقصة اليمان: أبوه كان في الجاهلية عليه دم دية، قتل رجلا وأصبح عليه دم، فهرب من بلده وهو لم يكن لا من سكان المدينة ولا من أهلها ولا من أهل مكة، وقيل أنه من اليمن وقيل أنه من أطراف هذه الجزيرة. ولما أصبح عليه دية ودم هرب من بلده إلى بلد آخر، فهو كما يقول المؤرخون ليس من المهاجرين ولا من الأنصار، لأنه لم يكن في مكة ليذهب إلى المدينة ولم يكن في المدينة ليذهب إلى مكة، أعني في بداية خروج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم هرب أبوه اليمان وحالف بني عبد الأشهل، وقبيلة بني عبد الأشهل بطن من بطون الأوس، قبيلة من قبيلة الأوس من الأنصار يسمون باليمان، وهذا نسبة إلى اليمن، وهم في الأصل يمانيون، ولذلك نسبوا إلى اليمن بهذا الاسم، لأن الأنصار ذلك الوقت كان اسمهم اليمانيين حتى أصبحت الهجرة للمهاجرين وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فسماهم النبي وأطلق الله عليهم أنهم الأنصار الذين ناصروا النبي عليه الصلاة والسلام. وحذيفة بن اليمان لما تزوج أنجب من زوجته حذيفة، اليمان أنجب من زوجته حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وأنجب رضي الله عنه وأرضاه ولد في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان وقتها في المدينة، فبالتالي رضي الله عنه وأرضاه أسلم هو وأبوه في المدينة
قبل أن يرون النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أغلب الأنصار الذين كانوا في المدينة أسلموا قبل أن يرون النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من أسلم قبل رؤيته بسنة، ومنهم بثلاث وأربع وأكثر من ذلك. ومن جملة من أسلم قبل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة وأبوه رضي الله عنهم وأرضاهم، لكنه حذيفة من شدة حبه ورغبته في أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة إلى مكة قبل أن يهاجر النبي إليها عليه الصلاة والسلام، رغبة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الحب الكبير الذي كان يكنه الصحابة رضي الله عنهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك حتى الجماد الحجر الأسود يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل البعثة، والنبي لما صعد على الجبل في أحد كما تعرفون القصة اهتز ذلك الجبل، وفي بعض الألفاظ تزلزل. الزلزال هنا والاهتزاز شعورا بهذه المقامة الكبيرة، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسألكم بالله، كم للنبي عليه الصلاة والسلام من مكانة في قلوبنا إذا سمعنا ذكره أو سمعنا أمره أو جاءنا توجيهه ونهيه؟ كم نعمل وفق سنته صلى الله عليه وآله وسلم ونسير عليها إذا أراد منا أمرا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم؟ الحجر، الجماد، الحيوانات حنت للنبي صلى الله عليه وسلم حبا واحتراما وإجلالا. ولذلك كان يخطب على جذع نخلة عليه الصلاة والسلام، ثم يبني له الأنصار بنو النجار منبرا من خشب ويترك الجذع ثم يصعد عليه ويحن حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولولا أن رسول الله نزل وضم ذلك الجذع وإلا لبقي إنه إلى أن تقوم الساعة. يقول الراوي كان يئن كما يكون له صوت كالناقة العشراء حبا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك طوع الله حتى النباتات والجمادات له. في حديث جابر بالصحيح أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته ثم قال: يا جابر، أترى تلك الشجرة؟ قلت: نعم. قال: اذهب إليها فادعها إلي. يقول جابر: قلت: شجرة، كيف أدعوها؟ قال: ولكني علمت أنه الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يقول: فذهبت عند الشجرة وقلت: يا شجرة، هيه، إن رسول الله يدعوك إليه. يقول: والذي نفسي بيده لقد شقت الأرض شقا حتى وقفت عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فأخذ منها بعود ثم قال: يا جابر، مرة ثانية، أترى تلك الشجرة الثانية؟ قلت: نعم. قال: اذهب فادعها إلي. قال: فذهبت فدعوتها فجرت وشقت الأرض حتى وقفت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ من هذه بعود وهذه بعود، وقيل قضى حاجته خلفها. المهم أنه لما انتهى قال: يا جابر، قل لهما أن يعود إلى مكانيهما. قال: فأمرتهما فعاد إلى مكانيهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، اسأل قلبك الآن، كم لهذا الرجل العظيم الذي أخرجك من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهداية، كم له في قلبك من الحب؟ أسألكم بالله، هل طبقنا سنته؟ هل قمنا بشريعته؟ هل احترمنا أمره؟ هل قدرنا الله حق قدره؟ هل عرفت مكانة هذا النبي الكريم الجليل؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ونسأل الله أن يجمعنا بمحمد عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. النبي عليه الصلاة والسلام لما التقى بحذيفة قال له: تعال. لما جاء من المدينة إلى مكة الهدف ما هو؟ أن يقابل النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: يا حذيفة، إنك جئت من المدينة إلى مكة، أترغب أن تكون من المهاجرين أم من الأنصار؟ اختر. قال: إنما أرغب أن أكون من الأنصار. قال: أنت منهم.
لأنه رغب أن يكون منهم لأنه كان بينهم. ويقول أهل التاريخ والسير، وهذا من اللطيف، هذا من وفائه رضي الله عنه وأرضاه، لأن القلب يحن إلى المكان الذي تربى فيه الإنسان. ولذلك النبي لما خرج من مكة مجبورا عليه الصلاة والسلام التفت قال: والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك لما خرجت. فكان رضي الله عنه كما اختار من الأنصار. له مواقف في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، منها على سبيل المثال في غزوة بدر. قبل غزوة بدر بأيام خرج مع أبيه يريد القتال والجهاد، فلما ذهب أسر في يد المشركين، أمسك به أبو جهل وكفار قريش وهما يعرفان أن هذا حذيفة وهذا أبوه اليمان، فقالوا لهما: ما الذي أخرجكما؟ هل خرجتما مع النبي نصرة له عليه الصلاة والسلام فاضطر هنا؟ قالوا: لا، إنما خرجنا إلى المدينة، ما خرجنا للقتال، من باب من كان له حيلة فليحتل. فقالوا: إنما خرجنا إلى المدينة. فعاهدهما أبو جهل، قال: سأطلق سراحك أنت والدك بشرط أن تعاهدني عهدا ألا تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ضدنا. فعاهد حذيفة وأبوه اليمان من باب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ألا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ذكروا له الموقف، قالوا: أسرنا الكفار وأخذ منا أبو جهل عهد ألا نقاتل معك، فما الحل يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم الوفاء بعهدكما وسنقاتلهما ونستعين بالله عليهم. شوف الأخلاق في الإسلام. اليوم نحن في القرن 21 والإسلام يعلمنا الحضارة، أي قتال جيش كافر يقابل الإسلام والمسلمين ومع ذلك يقول: هذا كافر، أنا عاهدتك مجرد أنني أفك منك حتى لا تؤذيني، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أوفي بعهدك وسنقاتلهم ونستعين بالله تبارك وتعالى عليهم. ولذلك الإسلام غريب، الرسول يرسل جيوشه ويقول: إذا دخلتم فلا تقتلوا وليدا ولا شيخا ولا امرأة ولا تنزعوا شجرا ولا تخلعوا نخلا ولا تضربوا كبيرا ولا تهدموا بيتا ولا تغيروا عليهم بليل. ليش؟ لأن الليل هجوع ونوم حتى لا يفزع الأطفال والنساء. أي دين هذا؟ دين رحمة. ولذلك الله لما أرسل رسوله أرسله رحمة للعالمين. ولذلك نقول الذين يتهمون الإسلام وأهل الإسلام: انظروا إلى هذه الأخلاقيات، وهذه الأخلاق الكريمة التي جاءت في الإسلام تؤصل هذه المبادئ التي عجزت الحضارة اليوم أن تحقق جزء مما كانت عليه حضارة الإسلام منذ بداياته إلى يومنا هذا. في غزوة أحد أبو حذيفة اليمان هذا ما أذن له الرسول أن يقاتل معهم لأنه كبير شيخ، فرخص له ودخل ابنه حذيفة، فجلس اليمان ومعه رجل شيخ كبير آخر قبل معركة أحد. وقبل أن تبدأ المعركة قال اليمان أبو حذيفة قال لصاحبه الكبير الشيخ الآخر، قال: ما رأيك ببقائنا هنا؟ والله إني لا أرى في أيامي في عمري إلا أيام، يعني ما عاد بقى شيء، العمر راح، ولا أعتقد أن حياة سأراها في إلا أن أموت مجاهدا مع رسول الله. قال له: إن الرسول رخص لك، رخص لي وإياك، نحن كبار. قال: والله لا يكون ذلك، يعني رخص لنا كبار لكن لسنا معذورين. فقام اليمان وجعل العمامة على رأسه وتلثم اللثام هنا حتى لا يعرف. الجيش قبل بداية معركة أحد يستعرض، فيمر القادة على أفراد الجيش ويعرفون أعدادهم. المسلمون عرفوا بعضهم. لما بدأت المعركة دخل رجل جديد متلثم لم يعرف،
فظن المسلمون أن هذا من المنافقين أو من المشركين، فخشيوا أن يغدر بهم فيقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ما عرفوه، فلحقوا به يريدون قتله اليمام، وحذيفة يقاتل في الطرف الآخر هناك. فلما رآهم يلحقون بأبيه قال: يا قوم إنه أبي، يا قوم إنه أبي، وفي رواية: يا عباد الله إنه أبي. يقول: فلحقت بهم ولكنني لم أدركهم، وصلت إليهم وقد طعن أبي بالسيف. يقول: فلما نظرت لهذا الموقف، أبوه يقتل والذي قتله المسلمون خطأ، يقول: فنظرت فإذا باللثام يزال عن وجهي، فإذا به أبي. فلما رأى هذا الموقف يقول: التفتوا إليه الصحابة قالوا: والله ما علمنا أنه أبوك. قال: اذهبوا رحمكم الله، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أي تضحية عند أولئك الكبار في مثل هذه المواطن، كلهم كذلك. ولذلك في المقابل أبو بكر الصديق، ذكرت لكم ذلك في الدرس الماضي، يلتقي بابنه عبد الرحمن، يقول عبد الرحمن ابن أبي بكر بعد ما أسلم، عبد الرحمن أسلم بعد بدر، يقول: يا أبي والله إني كنت أتهرب، ما أبغى أشوفك حتى لا تقع عيني في عينك فأقاتلك. قال أبو بكر: والله لو رأت عيني عينك والله لا أذهب عنك حتى تسقط هذه عن هذا، لأن المسألة دين وتوحيد ومحافظة على هذا الكيان العظيم الإسلام الكبير. ولذلك لن يكون لنا ذلك بأي حال من الأحوال إلا أن ننصر الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الموقف حينما عفى حذيفة رضي الله عنه عن الصحابة بهذا الموقف، يقول الصحابة: أصبحت قربه من رسول الله أكبر، يعني أحبه الرسول أكثر وقربه إليه أكثر. حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أخبره الرسول بأسرار كبيرة، من جملتها أن الرسول ناداه وأخبره بأسماء المنافقين في أمة محمد في ذلك الوقت: فلان منافق، فلان منافق، لكن انتبه تخبر أحد. فعرف، اختلف العلماء في عددهم، منهم من قال 300، ومنهم من قال 17، ومنهم من قال أكثر من ذلك. على كل حال، الأسماء التي أخبر بها حذيفة كانت أسماء للمنافقين، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخبر أحدا منهم من الصحابة عن أولئك أهل المنافقون. ولذلك حذيفة رضي الله عنه إذا مات أحد المنافقين ما يخرج يصلي عليه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. فكان عمر بن الخطاب في خلافته إذا مات أحد يقول للصحابة: هل خرج حذيفة للمسجد؟ إذا قالوا خرج راح صلى، قال هذا مؤمن، وإذا بلغه إن ما خرج قال لن أذهب لأن حذيفة ما خرج، إذن هذا منافق. فكانت هذه العلامة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك عمر بن الخطاب سأله مرة قال: هل فيه أحد من عمالي؟ العمال هم الذين الولاة اللي يوليهم على الأمصار، هل هناك أحد من عمالي منافقا ذكره رسول الله؟ قال: نعم فيه واحد. قال عمر: أخبرني من هو حتى أعزله. قال: والله لا أخبرك بسر ائتمنني عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا حذيفة هذا فيه مصلحة للمسلمين، أخبرني من هذا المنافق. قال: لا أخبرك. يقول حذيفة: فغاب عمر يوما فعزل ذلك الأمير فعرفه. يقول: فقلت فتح الله عليه وهداه حتى عرفه فعزله، عزل ذلك الوالي أو الأمير الذي كان على إحدى ولاياته. بل من شدة ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يأتي عند حذيفة يقول: استحلفك بالله أعدني رسول الله من المنافقين. هذا عمر، أعدني رسول الله من المنافقين، فما أجاب. قال: يا حذيفة استحلفك بالله أعد عمر ابن الخطاب من المنافقين. يقول حذيفة: فما أجبت حتى رأيت دمعات الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. قلت: والله ما عدك، لا والله لست من المنافقين، ولكنني والله لن أجيب أحدا بعدك بعد اليوم. وفي يوم من الأيام جمع عمر الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ولما اجتمعوا هذا الرجل العظيم الجليل عمر
أنا حقيقة أقول أين الرافضة الأخباث الملاعين الذين يتجرؤون جرأة عظيمة كبيرة على رجل يأتي في الدرجة الثانية بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد أبي بكر؟ عمر بن الخطاب الصحابي الجليل الذي ائتمنه النبي عليه الصلاة والسلام على خلافة هذه الأمة من بعده، يسأله مرة عمر رضي الله عنه وأرضاه، يجمع الصحابة كلهم ويقول: يا حذيفة أخبرنا عن الفتن. قالوا الصحابة: ولم تسأل حذيفة؟ قال حذيفة: والله إن رسول الله قد أخبرني عن كل فتنة ستكون في أمة محمد إلى قيام الساعة، ووالله إني استحفظتها، يعني حافظها. ولذلك تجد حتى الآن الروايات الموجودة في أبواب الفتن في الغالب كلها يرويها حذيفة رضي الله عنه، يعرف الفتن فتنة فتنة إلى أن تقوم الساعة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: حدثنا عن الفتن. قال له حذيفة: وما لك تسأل عنها؟ ليش تسأل؟ قال: حدثني عنها لأتجنبها. قال: والله لا تكون فتنة إلا بعد موتك. أنت ما بعدك فتنة، قبلك ما في فتنة، من بعد موتك يا عمر تكون الفتن. قال: حدثنا عن الفتنة وكيف تكون؟ قال: إن الفتنة لها باب إذا فتح لا يسد ولا يغلق. قال عمر لحذيفة، الصحابة جالسين ما يعرفون الأوغاز هذه والرموز، قال عمر: يا حذيفة أو يكسر الباب أو يفتح؟ قال: إنما يكسر. فالتفت رضي الله عنه وأرضاه إلى حذيفة عمر يقول: إذن والله لا يسد إلى يوم القيامة. فقام عمر حزين يبكي من المجلس. قالوا الصحابة: يا حذيفة، ما الذي جعل عمر يقوم حزينا يبكي من هذا المجلس؟ قال: إنه علم أنه هو الباب، عمر بن الخطاب هو باب هذه الفتنة، وأن كسر هذا الباب قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. فبكى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، لأنهم علموا أن هذا الموقف موقف عظيم بعد موت عمر رضي الله عنه. عمر كان باب سد منيع للأمة من الفتن. وين الرافضة؟ أسألكم بالله، أنت وأنا والثاني والثالث، من منا باب يسد به الفتن والشر عن أهل بيته وأمته؟ يا أخي عن نفسك، بعض الناس باب فتنة وباب شر، يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يفتح باب الشر على أهل بيته وعلى نفسه وعلى إخوانه وعلى المسلمين. كن ولو مرة سد باب بينك وبين الشرور والآثام والمنكرات والخطايا، حتى تذكر على الأقل أنك تقف في يوم من الأيام مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولم يكن حذيفة رضي الله عنه فقط أمين السر، بل كان رجلا عاقلا ناضجا. في معركة نهاوند لما ولى عمر بن الخطاب النعمان بن المقرن، لما قتل النعمان من الذي تولى قيادة الجيش؟ حذيفة رضي الله عنه. عدد جيش الكفار 150,000 وعدد جيش المسلمين 120، فلما قتل النعمان تولى القيادة بعده حذيفة، وقتل في قيادته وهو يقود المعركة 80,000 من الفرس في ذلك الوقت. ولذلك ولاه عمر رضي الله عنه وأرضاه على المدائن التي كان يقودها كسرى كسرى. ويدخل حذيفة على بغلة، على تلك المدائن عند قصور كسرى بعد الزخم والزخرفة والبهرجة والكبرياء، فإذا بخليفة المؤمنين والأوالي والأمير يدخل على بغلة، ولما رآه الناس قالوا: الخليفة الجديد، الخليفة الجديد، ماذا تريد؟ أمر. فقال: أريد منكم طعام يومي وعلف بغلتي بس، ولا أبغى منكم شيء، وكفوني شركم، أقوم بمهمتي فقط. ولذلك كان رضي الله عنه وأرضاه يعرف ذلك الأمر كله. حذيفة صاحب فطنة. سأذكر لكم قصة وأختم بها
سيرته ثم موته حتى أتحدث عن النقاط أيضا الثلاث وهي مهمة في غزوة الخندق، وأتمنى أن تركزوا في هذه القضية. غزوة الخندق كانت غزوة في وقت عصيب ذكرها الله في سورة الأحزاب، حتى إذا استيأس الرسل ذكر الله تبارك وتعالى ذلك الموطن موطن شديد. قبل ذلك جلس حذيفة مع أحد أبناء التابعين، يعني من الجيل الذي جاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له شاب: يا حذيفة، كيف كنتم تجلسون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يسأله. قال: كنا نجلس معه ونحادثه ويحادثنا. قال: ماذا كنت تصنعون له؟ قال: كنا نسمع منه وننفذ أمره. قال هذا الشاب التابعي من أبناء التابعين: والله لو أدركنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما تركناه يمشي على الأرض، رفعناه. فقال حذيفة: على رسلك يا ابن أخي، فإنه قد مر علينا يوم الخندق، لو علمت ما الذي دار فيه لعلمت مكانة رسول الله عندنا. قال: وماذا حصل؟ وجلس حذيفة يقص لذلك ما حدث. يوم الخندق، أنتم تخيلوا الموقف، 10,000 تحاصر نساء أطفال يحاصرون في وقت شديد البرودة، الخندق محفور. يقول حذيفة: والله إنا كنا نرتعد من شدة البرد والخوف، كان هناك خوف وفزع وهلع في نفوس الناس. وفي الليلة الظلماء جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شدة الخوف حذيفة: والله ما يستطيع أحدنا أن يذهب بعيدا يقضي حاجته، ما يستطيع من الخوف. يقول: فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام، الله وصف هذا لما قال: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، بلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف والهلع في ذلك الموطن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حذيفة، جاءت تلك الليلة، جاءنا فيها ريح ومطر، الريح اقتلع خيامنا من شدة قوتها والبرد الذي كان فيها، ونحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف الرسول وقال عليه الصلاة والسلام: شوفوا المهمة الصعبة، قال: من يأتيني بخبر القوم؟ في هالموقف الخائفين فيه، يقول حذيفة: فما تكلم أحد، الجميع ساكت. قال: من يأتيني بخبر القوم؟ ساكتين. ثم يريد الرسول يحفزهم، قال: من يأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة، يعني بيرجع. يقول: فما تكلم أحد. يقول: فقال الرسول: من يأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة ومرافقتي في الجنة؟ يقول: فما تكلم أحد من شدة الموقف. يقول: فالتفت النبي إليه قال: قم يا حذيفة أتي بالخبر. يقول في الحديث في مسلم: قال: فما كان لي عنها بد، خلاص وقع الفأس، فقمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، اذهب وأتني بخبر القوم. يقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أأتيك بماذا يا رسول الله؟ قال: اذهب إليهم وأتني بخبرهم، لكن بشرط لا تفعل شيئا فيهم، يعني لا تحدث أمرا فيهم، لا تقتل أحد ولا تفعل أي شيء يثيرهم علينا بأي حال من الأحوال. يقول حذيفة رضي الله عنه: فعبرت الخندق ودخلت في الليلة الظلماء. يقول: أول ما دخلت رضي الله عنه وأرضاه، يقول: وجدت أبو سفيان على فرسه، أبو سفيان كان وقتها قائد الكفار. يقول: فرأيته، يقول: فأخذت سهما من كنانتي، فرصة، يعني فرصة حتى لي أن أقتل زعيم الكفر. يقول: ما بيني وبينه إلا كما بيني وبين فرس، يعني مسافة فرس، بس لو طلعت سهمي ضربت ما درى عني أحد. يقول: لما رفعت السهم تذكرت الرسول يقول: لا تحدث فيهم شيئا. يقول: رجعت السهم. يقول: فجلست أرقب، فإذا بأبي سفيان يقول: يا قوم اجمعوا لي القادة، قادة الجيش الكفار. يقول: فاجتمعوا وتسللت ودخلت بينهم،
يقول جلست مع الجيش في الليل وجلست بينهم. يقول فقال أبو سفيان أول كلمة ألقاها: يا أيها القوم، إني سأحدثكم بأمر عظيم، ولكن قبل أن أحدثكم، هذا يقول أبو سفيان، إن أعين محمد تندس بيننا، وحتى نطمئن أنه لا أحد بيننا، كل واحد منكم يمسك بيد الذي بجانبه يسأله من هو. يقول أبو حذيفة زي اللي تورط، لو أمسك بيدي. لكن شوفوا ذكاء الصحابي الجليل، يقول أنا مباشرة مسكت يد لي عليمين، قلت من أنت؟ قال عمرو بن العاص. قال نعم. يقول مسكت لي على يساري، قلت من أنت؟ قال عكرمة بن أبي جهل. يقول قلت تمام خلاص. يقول خلاص ما راح يسألون من أنا، لأنه بادرهم بالسؤال. يقول حتى اطمأن أبو سفيان أنه لا أحد بينهم. ثم قام أبو سفيان وخطب خطبته وقال: يا قوم، إني أرأف بحالكم، فلا نستطيع أن نواجه محمد في شدة هذا البرد وهذه الظروف. بمعنى كأنه يقول الوضع الحالي الآن الجغرافي الموجود والمناخ يساعدهم ولا يساعدنا، فإني منسحب، فمن أراد أن يذهب معي فليذهب. يقول فعلمت أن النبي حكيم حينما قال ولا تحدثوا فيهم شيئا. يقول لو أني قتلت أبو سفيان ماذا سيكون؟ يقول فرجعت وعبرت الخندق ودخلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فلما دخلت إليه مسرعا في المسجد، يقول وجدت الرسول واقف يصلي. طبعا يقول يوم طلعت لما أرسل الرسول خرجت من عند النبي، يقول قمت وأنا أرتعد من شدة البرد، يقول والله ما إن خطوت خطوات إلا وجسمي حار كأني في وسط حمام. الحمام هو المكان الذي كان وما زال موجود يبدو في المغرب وفي سوريا وفي بعض البلدان الذي يستحم فيه الناس من شدة الحرارة فيه. قال ولما عدت رجع البرد إلي، بديت أرتعد. يقول فدخلت فإذا بالرسول يصلي واقف عليه الصلاة والسلام. يقول فجلست بجانبه أنتظره ينتهي. يقول فأحس بي رسول الله وهو يصلي. يقول فمد مشلحه عليه الصلاة والسلام أو بردته فأدخلني معه حتى أتدفأ. يقول وجلس النبي يصلي حتى انتهى، ثم التفت إلي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بما قال أبو سفيان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت رفيقي في الجنة. هذه المهمة التي قمت بها جزاؤها أن تكون رفيقا لمحمد بن عبد الله في جنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه حفظ تلك الأمانة العظيمة. توفي في ذلك العام لما كان في سكرات الموت، كان في الثلث الأخير من الليل، سأل الذين حوله قال لهم نحن في أي ساعة؟ قالوا نحن في الثلث الأخير من الليل. فبكى رضي الله عنه وأرضاه قال أعوذ بالله من ليلة في الدنيا صباحها في النار، أعوذ بالله أن أكون من أهل النار. فبكى. قالوا أنت حذيفة أمين السر؟ ثم بكى رضي الله عنه قال ما جهزتم لي من كفن؟ قالوا جهزنا لك كفنا يليق بك. قال اجعلوا لي كفنا كما يكفن الناس، فإن كان حسن فوالله إن كانت أعمالي سيئة فإن النار ستأكله، وإن كان كفنا سيئا أو عاديا فإن كانت أعمالي طيبة فإن الله سيعوضني ما هو خير منه. ثم أخذ يقول لا إله إلا الله وهو يبكي رضي الله عنه وأرضاه، يقول والله إني لا أبكي ساخطا على ربي، ولكني أقول مرحبا بالموت حل ضيفا على من كان ينتظره. ثم قال اللهم إني أشهدك أني أحبك وأحببت رسولك فاجمعني به، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فتوفي رضي الله عنه وأرضاه. حذيفة ابن اليمان وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن لا يشق لهم غبار. وهؤلاء الرجال المتأمل في سيرهم وفي تاريخهم
يجد العجب العجاب فيما يقولون وفيما يفعلون وفيما كانوا يتصفون به رضي الله عنهم وأرضاه. واسمحوا لي الآن، وتعمدت الحقيقة الاختصار إلا يعلم الله، أنني إلى ظهر هذا اليوم أبعدت الشيء الكثير من سيرة هذا الصحابي الجليل، واكتفيت بما سمعتم حرصا على أن أقف على هذه النقاط الثلاثة التي أشعر أنها مهمة، وخصوصا في هذا الوقت وفي هذا الزمان، مواكبة لما يكون ونصرة للحق وإبراء كذلك للذمة، ونسأل الله القبول والتوفيق والسداد. أقول أيها الأحبة الكرام، إن أعداء الملة يعرفون مكانة هذا الدين وهذه الأمة، ولذلك لن يتركوا لهم أي مجال وطريق في محاولة الهدم والإعاقة للخير ونشره إلا سيسلكونها. والتاريخ شاهد، منذ أن خلق الله آدم وأدخله الجنة فأبوهم الشيطان الرجيم وسوس لآدم وحواء، بل قاسمهما، أقسم لهما في ذلك الموطن أنه سيكون لهما ناصحا، وهو كذاب أشر لم يرد بهما إلا الخروج من تلك الجنان. وإلى يومنا هذا، وأعداء الملة الإسلامية والأمة يزدادون حنقا وكرها وغيظا على أمة الإسلام والمسلمين. حدثت استفتاءات في سويسرا على وجود المنائر أو المآذن وبنائها في المساجد للمسلمين هناك على مساجدهم، ولكن مع الأسف الشديد العنصر الذي وقف ضده أولئك العنصريين، وهو في عدم الموافقة الإيجابية في بقاء أو بناية المنائر والمآذن للمساجد، أظهر لنا الوجه الحقيقي لأولئك الذين بالفعل هم أعداء للإسلام وللمسلمين كذلك. وردود الأفعال الحقيقة لهذا القرار العنصري، أقول بكل أسف، أصبح منافيا لما يدعونه أصلا، أن عندهم مواثيق لحقوق الإنسان وحرية في ما يسمون حرية الأديان والتنوع الحضاري. بل والله إن مثل هذا القرار سيؤدي إلى أمر خطير جدا ومنحنى، مما يجعل أهل الإسلام يزيدون كرها وبراءة من أولئك، والذي هم ربما لم يحسبوا له حسابا أن يكون هناك ردود أفعال فعلية قد يكون عاقبتها وخيمة على أولئك. وأنا أقول اليوم المآذن وغدا المساجد، إذا منعت المأذنة اليوم أن ترفع كمعلم شرعي إسلامي ليس له علاقة بالسياسة، وربما يسمون معلم حضاري، فنخشى في يوم من الأيام أن يكونون سببا في منع المآذن. وهذا نقول لهم، وجود المأذنة هو دليل على مكانة العبادة عند المسلمين، وليست لها دلالة لا سياسية ولا رموز شخصية ولا حزبية ولا عنصرية، بل سموه إن شئتم أنه عمران جميل يدل على تسامح البلد وتنوعه الثقافي والحضاري إن كان منهم رجل رشيد. وإنني أيضا أقول إن هذا المشروع أو هذا القانون الذي تبناه اليمينيين المتطرفين في سويسرا هم الذين عندهم أفق ضيق، وهذا حال كثير من أولئك الذين هم ضد الإسلام والمسلمين، ولديهم طبعا عامل خوف وتخوف من المسلمين ومن ما يمارسه أهل الإسلام من عبادات أو يؤدونه من عبادات كالصلاة وغيرها، وهم ما يزعمون أنهم يريدون أي المسلمين بذلك الأمر إرهابا عليهم، وقد كذبوا. فالإسلام يعرف حقه ويعرف ما له وما عليه. ثم إنني أقول وأطرح أسئلة كثيرة لأولئك، اليوم بعد ما سار هذا الاستفتاء خرج حزب هولنديا يمينيا أيضا يطالب باستفتاء مماثل، وهذه أول تبعات الأمور التي هم لا يريدونها، بل كانوا لم يحسبوا لها كذلك حسابا. وأقول لهم إن السنة
أو سنة سيئة سننتموها سيكون أثرها عليكم وعلى من كان على شاكلتكم، لأن هذه السنة ستزيد من كراهيتكم في نفوس المسلمين، لأنه يبين لهم العنصرية التي أنتم ترتكبونها وتتحملون وتتحاملون بها ضد الإسلام والمسلمين. ثم أيضا أقول أن الحكومة السويسرية، وأنا أقول هذا الكلام لأني أرجو يكون من خلال النقل عن طريق الأنترنت وغيره، أقول الحكومة السويسرية مسؤولة مسؤولية أولى في هذا الأمر، ويجب عليها نظاما وعدلا أن تقف ضد هذا القانون وأن تتراجع قبل أن يخرج الأمر من يدها، ثم بعد ذلك تندم ولا ينفع حينها الندم. وإننا نقول أن موقف تركيا حقيقة موقفا مشرفا، تركيا سحبت أرصدتها الضخمة من سويسرا وأودعتها كذلك في بنوك إسلامية تضامنا مع المسلمين هناك، وأنا أقول ليست المسألة ردة فعل فحسب، بل هي ردة فعل وتوظيف إيجابي لهذا الحدث، وهذا ما ينبغي أن يكون من المسلمين أن يفعلوه، أن يرفعوا كذلك عن طريق السفارات الموجودة هناك من السفارات للدول الإسلامية والعربية وغيرها منددة بهذا القرار ومنعه، وكذلك على الجالية المسلمة أن تطالب بحقها بكل الطرق السلمية التي تضمن لها بقاء كيانها وبقاء كذلك رمزها، وهو الإسلام الذي تريده إن شاء الله هذه الفئة المسلمة في تلك البلاد. وإنني أقول إن الأمة المسلمة تعاني من أعداء عدة، مع الأسف الشديد أن أحياناً ممن يؤيد هذا القرار هم ممن ينتسبون كذباً وزوراً إلى الإسلام والمسلمين، فتجد أحياناً الإحصائيات أن عدداً من المسلمين في الظاهر يصوتون بهذا التصويت وهذا الاستفتاء بالموافقة في عدم وجود تلك المنائر. 75.5 تقريباً في المئة من المشاركين في استفتاء نظم في سويسرا في الأحد الماضي قد صوتوا على مشروع قانون منع هذا وجود المآذن في المساجد، وذلك لصالح تطبيق هذا الحظر على المسلمين وعلى مساجدهم. ودعمت لو دعمت المقترح جمعيات مع الأسف مسيحية متطرفة، وأكبر أحزاب البرلمان السويسري وحزب الشعب السويسري اليميني، والذين زعموا أن السماح لوجود المآذن سيؤدي إلى أسلمة البلاد. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي عن عضو البرلمان أوساكار قوله: ليست المأذنة بالبناء البريء، فقد استخدمت تاريخيا للدلالة عن أرض الإسلام وانتشاره في الدول الأجنبية. وأضافوا كلاما طويلا لا أريد الإطالة عليكم به، لكن القضية تحتاج إلى وقفة من المسلمين. موقفنا نحن اليوم أن نطالب السفارات أن ترفع صوتها بالطريقة السلمية في إعطاء المسلمين حقهم هناك لإيجاد هذه المنائر. ثم نقول أيضا معرفة أعداؤنا وفضح مخططاتهم، فهم سيظلون كذلك العدو عدو، كان مشركا يهوديا نصرانيا مجوسيا رافضيا علمانيا منافقا ليبراليا، هو عدو، وكل منهم يسعى لما يريده. ولا نقول ما للمآذن تشتكي وتنوح وتقول إن فؤادها مجروح، تبكي وتندب حسرة وتألما، يا مسلمون دم الهدى مسفوح، من بعد أن كان الأذان يعطر الأرجاء أضحى صوته مبحوح، سيبوح بالذكر الجميل لأمة أمجادها عبر القرون تلوح، عرج على الحمراء واسأل قصرها عما بناه الصالح الممدوح، تنبيك عن موسى وطارق والأولى قاد الجحافل دأبهم تسبيح، تاريخهم مجد وعدل قائم وجهاد كفار وتلك فتوح، فاسأل إذا ما شئت واستفت الورى واستفت أندلسا فها هي تصيح. فنسأل الله أن يعيد عز الإسلام والمسلمين. أما الوقفة الثانية ف
فأتحدث أيها الأحبة أولا معزيا لإخواننا الذين أصيبوا بكارثة جدة. ذلك اليوم العصيب علينا والله جميعا، والذي آلمنا ذلك الحدث، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، ونحتسب على الله من مات من إخواننا المسلمين أنهم غرقى وشهداء، وأن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليهم خيرا في الدنيا وفي الآخرة. في يوم التروية اليوم الثامن لما حدث ونتج عن تلك الأمطار وعن انفجار جزء وخروج ماء من تلك البحيرة وفقدان الكثيرين والأضرار البالغة التي حدثت بممتلكات عامة وخاصة، إننا نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يفجع الإسلام والمسلمين بمثل هذه المشاهد أبدا، وأن يحمي بلادنا وسائر بلاد المسلمين. لكننا حقيقة نقف متسائلين ومستغربين ونحن نرى أعدادا كبيرة وأسر بأكملها وحالات مثيرة للحزن الشديد في ظل خوف حتى على المستقبل. عروس الغربية جدة كما يسمونها اتشحت بثوب الحداد في ذلك اليوم الذي رأينا مناظرا نقلتها لنا بعض وسائل الإعلام سواء مقروءة أو مرئية، بل إن كثيرا من بلاد العالم نقلت ذلك الحدث وتحدثت عنه. وإنني أقول إن تأخرنا في بنيتنا التحتية لهو دليل على وجود فساد وإفساد، ولعل الموقف الملكي من خادم الحرمين جزاه الله خيرا كان موقفا طيبا، بل اعترافا بالخطأ الموجود كما نص عليه البيان الذي صدر، لأن وجود الفساد والإفساد وترك المفسدين يعثون في الأرض فسادا يخلف أضرارا على الأمة وعلى البلد وعلى الناس الشيء الكثير. وإننا نقول إننا نحاول قدر ما نستطيع ما يسمون نحن بالمجتمعات الشرقية أو المجتمعات العربية، تمضي أحيانا كوارثنا وهي مغطاة بالأسرار بطريقة أو بأخرى. والآن نحن نواجه كارثة فيضانات جدة وفاجعة مدينة جدة، وهي حدث إنساني مروع صنع خوف والله حتى من المستقبل، وأحزان وقصص مفزعة كشفت أخطاء وزلات ونقلت المتسبب من جريمة الاختلاس والسرقة إلى جريمة القتل وإزهاق الأرواح من غير اعتبار لأولئك المساكين. وأنا أشيد كما قلت بهذا الموقف من خادم الحرمين لأنه نرجو أن يؤتي ثماره، وأن تحقق اللجنة التي وضعت لتقصي تلك الأخبار أن توضع فعلا الأمور بحقائقها بشفافية تامة، لأننا نحتاج إلى إعادة النظر في أمور كثيرة. وأقول كما قيل في المثل العربي: بيدي ولا بيد عمرو أو عمرو، ونكون نحن قادرين على أن نكشف أخطاءنا وعثراتنا وأن نعترف بزلاتنا ونعترف بعجزنا ونطرح أسئلة كثيرة لمن تسببوا في ذلك، ونرجو الله أن تكون أيضا قفزة تنفع إن شاء الله البلد والعباد. الوقفة التي أريدها في هذا، أقول في هذا العام عام 1430 مرت علينا حوادث قفوا معها سريعا. أولا تذكرون الغبار الذي مر على الرياض أياما كثيرة، أسألكم بالله اسألوا بعض كبار السن يقولون عشنا سنوات طويلة ما رأينا غبارا كالذي مر على الرياض في هذا العام. أليس هناك من معتبر؟ جاءتنا بعد ذلك زلازل العيص في منطقة المدينة وأخلي سكانها وأصبح الناس في خوف وهلع في المدينة، ثم بعد ذلك مرض إنفلونزا الخنازير الذي دوت به وسائل الإعلام وخاف الناس منه وتحدثوا عنه ومات من مات بسببه وغير ذلك. ثم يأتينا اليوم هذه الكارثة التي حدثت في الفيضانات في جدة
والذي رأى ذلك الموقف المهول ليعلم أن الأمر خطير. الأمر الأول، يجب أن نفهم قضية، لا نلوم الضحية، فأقول من المروءة والذوق والأدب ألا تلام الضحية، عن الذين تضرروا، ولا نلقي عليهم التبعة وأن نكون ممن يقول بأنكم أهملتم وفرطتم، بل نحمل المسؤولية الذين كانوا سببا في ذلك، وكانوا هم الآن الذين تسعى إن شاء الله هذه اللجنة لمعرفة المتسبب منهم. الأمر الآخر، لا نحتج كثيرا بالقضاء والقدر دون أن نضع تبعيات على البشر، وقد يتكرر ذلك، فالقضاء والقدر حق، ولكن هذه الكوارث لا ينبغي أن يكون القضاء والقدر مهربا على عن محاسبة المقصرين والمفرطين. وأؤكد أن محاسبة المقصرين شريعة ربانية جوهرية، والله تبارك وتعالى أمرنا كما أمرنا بالإيمان بقضائه وقدره أن نفعل الأسباب التي تعين الإنسان على أن ينقذ نفسه ويبتعد عما يضرها. كذلك يجب أن نكون واقعيين، وأن نتعامل مع الناس ومع الحدث بقدر من الواقعية، وأن لا نكون ممن يتهرب عن الواقعية، وأن نعترف كذلك بالأخطاء. ثم إنني أؤكد على قضيتين. بعض الناس يسأل، هل الذين ماتوا في تعداد الشهداء أم لا؟ هذا لا يشك فيه إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الغريق شهيد بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك نقول لا نفرق بين الأموات، فبعض الناس تجده مثلا حتى العنصرية عند الموت، تجد من يركز على قضية مفرطة على أمر في حالة من الوفيات، يقول هل هم سعوديون مثلا أو غير ذلك. نقول أن المسلم الذي مات هو ينطبق على الحكم النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا، والذين على ثرى هذه البلاد لهم حقوق أهلها والحفاظ عليهم كما يحافظ على أهلها والموجودين بها. ثم إنني أختم وأقول إن وقوفنا نحن بدعم معنوي ومادي، والوقوف مع إيواء أولئك ودعمهم، من أجل القربات. فالأنصار آووا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين، وأثنى الله عليهم في القرآن الكريم بهذا الموقف العظيم. وهذه البلاد ولله الحمد والمنة تعيش في مجتمع مبارك طيب، فالذين يقطنون على أرضها ومن أهلها هم من الذين يحرصون على فعل الخير وحبه، ويتسابقون إليه ويسارعون له. فالله الله إلى كل موسر وإلى كل مسلم أن يقدم ما يستطيع. أما وقفتي الأخيرة وأختم بها، هي ما يتعلق بالحدث الأخير الذي حدث من الحوثيين الشيعة الرافضة. أقول أيها الأحبة، ابتداء نحن نستنكر ما يحدث في جنوب بلادنا وما يحدث أيضا في شمال اليمن من هذه الطغمة الفاسدة الرافضية الاثنا عشرية الشيعية، ولا هناك تزايد ولا مزايدة على أمن بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، ونحن نقف معها وفي ضد كل عدو لها بكل أحوالها، ما دامت هذه البلاد قائمة على الكتاب والسنة وتحتضن الحرمان الشريفان مكة والمدينة، فهي أرض لها قيمتها ولها مكانتها. كنا وما زلنا وسنظل بإذن الله ندافع عن قضايا المسلمين، وبالأخص قضية فلسطين، وهو حق شرعي ندين الله به، ولكن أيضا من الحق الشرعي، لأن قداسة بلاد الحرمين أكثر من قداسة فلسطين، لأن مكة والمدينة فيها. فبالتالي نقول إن ما يحدث في بلادنا أزعج كل واحد منا، ولا شك أن ذلك الأمر أنه بإذن الله محسوم، وأن الله ناصر دينه وناصر أولياءه. ونسأل الله أن يمد جيشنا الجيش المبارك بمدد من عنده، وأن يربط على قلوبهم، أن يثبت أقدامهم، وأن يجعلهم درعا منيعا بإذن الله جل وعلا في وجوه أولئك الطغمة الذين يريدون الفساد في الأرض والعباد. أقول إن الحوثيين ليسوا سوى آخر العملاء في قائمة الإيرانيين الذين يقاتلون عن جمهورية الملالي بالوكالة. واسمحوا لي أن أقول، ليس عبد الملك الحوثي اليمني سوى حسن نصر إبليس في لبنان
وما يحدث في شمال اليمن وفي جنوب بلادنا يصب في مصلحة إيران وأطماعها في المنطقة، ومثلما يبيع نصر إبليس استقرار لبنان وأمنه ومستقبله لإيران بذريعة الحرب على أعداء الأمة، يبيع الحوثيون بلدهم ودماء طائفتهم ويلقون فيهم في التهلكة لخدمة المصلحة الإيرانية العليا، ويرفعون نفس الشعار. وما يجري في اليمن وما جرى في جنوب لبنان وما يجري في لبنان هي نسخ مكررة للطموح الإيراني واستغلال البعد الطائفي لخدمة الأجندة الفارسية المجوسية القرمطية القادمة في تراكماتها عبر التاريخ. والذي لا يمكن أن تقرأ أو تقر الحالة دون أخذه بالاعتبار أن تسلل الإيرانيون على حين غفلة إلى لبنان وبنوا ميليشيات كما يسمونها حزب الله، ليصبح هذا الحزب في النتيجة الأداة الإيرانية الأقوى في لبنان، وبالتالي في المنطقة حزب الله يؤدي دورا إيرانيا بامتياز، ونجح مع الأسف من خلاله الإيرانيون في الدخول كعامل مؤثر إلى توازنات المنطقة ليصبح اتفاق إقليمي لا توافق عليه ولا توافق على طهران في من شأنها أن يجد من العوائق ما يحيله إلى قضية تجاذبات، وبالتالي لا يمكن تمريره ما لم تأخذ المصلحة الإيرانية وتؤخذ في الاعتبار. الحوثيون اليوم يقومون بنفس الدور، وهم أداة ما زالوا في طور الإنشاء. التساهل معهم وعدم أخذهم وأخذ حركتهم بالجدية أعتقد أنه سبب في أن يكون حزبا آخر في اليمن كما حدث في جنوب لبنان. وإذا كان الإيرانيون قد نجحوا في تمرير إنشاء حزب الله اللبناني كحزب عميل لإيران في لبنان، فلا أعتقد إن شاء الله أنه بالإمكان إعادة ذات السيناريو في اليمن، إلا إذا كان المسلمون حكاما وغيرهم في غفلة داهمة لا يلتفت إلى ذلك، فالأمر هنا سيكون خطير. وليس لأولئك الرافضة الذين يفعلون ما يفعلون، ما هم الحوثيون؟ شيعة. اليمن فيها الزيدية والشافعية كمذاهب، لكن الزيدية احتضنت ما تسمى بمذهب الشيعة الجارودية، وتتظاهر أنها على مذهب الشيعة الزيدية لأنها تكون أخف في نظر أهل السنة من الاثنى عشرية، لكن في الحقيقة هم اثنى عشرية بحتة. هم ممن يكفر الصحابة ويلعنهم، هم من يحرفون القرآن، وهم هم الشيعة الذين يوجدون الآن في منطقتنا في المملكة هنا في القطيف وفي الأحساء وفي بعض مناطق الشرقية، والذين يوجدون كذلك في العراق اليوم، ويوجدون في البحرين وفي الكويت وفي مصر وفي باكستان وفي البوسنة والهرسك وفي الولايات المتحدة وفي أفغانستان وفي كثير من البلدان، فأصبحوا يشكلون خطرا على الأمة. وهذا الكلام قد قيل قديما وليس بالجديد، والذي يرجع إلى كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة رحمه الله تعالى، يجد أنه رحمه الله قد فضحهم وبين خطورتهم ومعتقدهم، وقد قلت ذلك قديما وأكرره. يقول شيخ الإسلام: إن الرافضة حمير اليهود يركبون عليهم في كل فتنة، وهم حمير، ولذلك تقودهم تلك الدول بما يريدون. والذي ما الذي يحرك طغمة قلة أقلية في اليمن تحركها إيران في أقصى الأرض هناك، وولاؤهم كذلك دائما. نقول للشيعة في كل وقت: أنا أتحدى رافضيا في أي بلد كان أن يكون ولاؤه للبلد التي يقطنها والجنسية التي ينتمي إليها. ولذلك تجده في السعودية وولاء أهل إيران، في الكويت ولاء أهل إيران، في قطر، في البحرين، في الإمارات، في اليمن، في أي مكان يوالونهم ويأخذون التعليمات منهم. أمير أفريقية المعز ابن باديس لما علم أن الشيعة قتل منهم مجموعة في عام 407 هجرية
لما علم أنه ثبت تورطهم في إسقاط دولته لصالح الدولة الفاطمية الشيعية بمصر العبيدية فقتلهم. على قولة بعض شيباننا اسمحوا لي بالعامية، يقول لا ينفع لهؤلاء إلا بن جلوي رحمه الله تعالى كما كان في الشرقية. وشيخ الإسلام يقول لا نرى لهؤلاء إلا أن يحفر لهم أخاديد فيوضعون فيها فيحرقون. وأنا طبعا بالمناسبة هنا لا يفهم كلامي أني أدعو إلى مواجهة أو إلى قتل أو إلى إرهاب أو إلى تفجير، لا، نقول لشبابنا وأحذر بالذات في هذه الفتنة وفي هذا الوقت، فوتوا الفرصة على أعدائكم، انتبهوا أن تكونوا أداة يحرككم العدو. هنا نستطيع أن نحل أمورنا عن طريق وسائل وقنوات رسمية بطريقة مناسبة، المهم أن نعرف وتعرف الأمة أن هذا عدو خطير. سلطان العثماني سليم الأول أمر بقتلهم في الأناضول، أمر بقتل كل الشيعة. ولماذا؟ عندما علم أنهم يتجسسون لصالح الدولة الصفوية عام 920 كانوا يتجسسون لصالح الدولة الصفوية فأمر بقتلهم، وبدأوا بإثارة القلاقل والفتن. وكذلك عالم كير السلطان الهندي لما أمر كذلك بحرمانهم من دخول الجيش وانضمامهم إليه في عام 35 تقريبا أو 135 لما علم أنهم يريدون كذلك إسقاط دولته. فالأمة المسلمة إذا لم تفطن لهؤلاء فهم يعملون. والأحداث توضح بعضها البعض، استباحتهم الحرم الرافضة أحفاد القرامطة. أذكركم بالتاريخ حتى تلتصق المعلومة يفهم، أليس التاريخ شاهد؟ ألم تعترض ويعترض القرمط أبو طاهر يعترض للحجاج عام 312 هجريا وهم عائدون من بيت الله الحرام وقتل منهم خلقا كثيرا؟ وفي عام 317 هجريا خرج على الحجاج في يوم التروية، انتهب الأموال واستباح الدماء وقتلهم في داخل الكعبة، في داخل الكعبة قتل المسلمون هناك، وخلق خلق كثير قتلوا وصرعوا والسيف يعمل، ثم جلس على باب الكعبة وهو ينظر للمسلمين يقتلون، وأخذ ينادي بالنداء الكفري الذي يقول فيه أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، ثم قتل منهم من قتل في ذلك الوقت، وأمر بأن يخلع الحجر الأسود. فجاء رجل معه معول من حديد يضرب الحجر الأسود فما اختلع، فضربه أيضا بقوة حتى أخذه وخلع وهو يقول للمسلمين أين طيركم الأبابيل، أين الطير الأبابيل وأين الحجارة التي من سجيل، ائتوها تدافع عنكم وعن بيتكم. وأخذ الحجر واقتلعوه، الحجر الأسود أخذ إلى بلادهم، مكث عندهم ما يقارب 23 سنة كما ذكرت كتب التاريخ ذلك. وفي عام 408 ادعى الحاكم بأمر الله العبيدي الرافضي الفاطمي زورا إلى الألوهية وادعوا أنه رب، وهذا حال كثير ممن من زعمائهم. وكان عازما على أن ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عزم على نبش قبر النبي مرتين، المرة الأولى يوم أشار عليه بعض الزنادقة بأن ينقل قبر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مصر، فبنى حائطا في مصر وأنفق عليه الأموال وأرسل من يأتي بقبر النبي وينبش، لكن كشف الأمر وقبض عليهم وقتل من قتل منهم. والمرة الثانية أرسل من ينبش قبر النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يحفر، ثم اقترب فنام فعلم كذلك على أنه ينبش تحت الأرض فانتشل فأمر بقتله. هاشم رفسنجاني يقول الإيراني الرافضي رئيس مصلحة تشخيص النظام في جريدة إطلاعات الإيرانية بتاريخ 14/12/1987 ميلادي، اسمعوا ماذا يقول عن هذه البلاد، عن مكة والمدينة. يقول إذا كان علماء المسلمين في العالم غير مستعدين بإدارة مكة والمدينة فإن جمهورية إيران الإسلامية لديها الاستعداد للحرب من أجل تحرير هذا المكان المقدس. ويقول المرجع حسين الخرساني في كتاب الإسلام على ضوء التشيع
إن كل شيعي على وجه الأرض يتمنى تحرير وفتح مكة والمدينة وإزالة الحكم الوهابي وغيرها مما قالوا فيما يتعلق في حق ولاة أمرنا في هذه البلاد وفي حق هذه البلاد وفي حق علمائنا، وتكلموا على أهل السنة، وقبل ذلك تكلموا على صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. والتاريخ أيضا شاهد إلى الوقت القريب، أحج عام 1407 ماذا فعل رافضة إيران؟ جنود الحرس الثوري وعساكر رافضة القطيف والأحساء في يوم جمعة فقاموا بمظاهرات غوغائية وعاثوا في الحرم فسادا أسوة بأجدادهم القرامطة المجوس، وقتلوا عددا من رجال الأمن والحجاج، وقاموا بتكسير أبواب المتاجر وتحطيم الممتلكات والسرقة، وقتل أكثر من 402 من المسلمين، منهم 185 من رجال الأمن. وفي عام 1409 قام جماعة منهم من المخربين بزرع متفجرات مدوية في مكة في الحج، وبعد أن هربوها من أوكارهم إلى الحرم حرم الله ماذا فعلوا؟ فجروها حول المسجد الحرام. وفي يوم السابع من ذي الحجة ماذا فعلوا أيضا؟ قاموا كذلك يوم أن دخلوا على المسلمين حول الحرم أو حول المسجد الحرام وفجروا منها ما فجر، وقبض عليهم وأقيم القتل على الذين كان من رؤوسهم، وذلك عام 1410 هجرية. وفي يوم عيد الأضحى 1410 كذلك بعد التحلل أطلقوا الغاز السام في نفق المعيصم الذي ذهب ضحية أكثر من 5000 مسلم من الحجاج، وتاريخهم تاريخ خيانة وغدر وتاريخ تلاعب وزندقة. ائتوني بالتاريخ تجدون التاريخ يشهد على الرافضة الشيعة أنهم خونة في كل زمان وفي كل مكان. ومن أواخر ما فعلوا أحداث البقيع وما جرى حول المسجد النبوي قبل فترة ليست بالبعيدة، وهذا ليس من باب المصادفة ولا من باب العفوية، إنما بتدبير مسبق ودراسة وتخطيط وتكتيك بتعاون مع الشيعة الذين ينتمون إليهم داخل البلاد، وما فعلوه أمام الحرم ومحاولة نبش القبور في البقيع والسب لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من صحابة رسول الله، ومواجهة رجال الأمن ورجال الهيئة وإثارة القلاقل والفتن. وإلى اليوم نمر النمر في الشرقية يطالب بفصل المنطقة الشرقية ويدعي أنها ليست من المملكة العربية السعودية، بل ويطالبون أن يبنى لهم حسينيات ويوضع لهم حوزات، ويطالبون بإقامة خطبة جمعة في الحرم المكي وفي الحرم المدني وغيرها من المطالبات. وهذا الخبيث في الكويتي، أنا أسميه ياسر الخبيث ياسر الحبيب، وهو في لندن الآن لاجئ سياسي، سمعنا ماذا فعل أمام السفارة السعودية في سب الحكومة هنا وفي السب والاعتداء على أهل العلم كالمفتي وغيره. كل هذه دلالة واضحة، أبعد هذا هل نحتاج إلى دليل على عداوتهم للإسلام والمسلمين وعداوتهم على هذه البلاد على وجه الخصوص؟ أعتقد أن الذي يحاول تمرير مثل ذلك أنه ليس برشيد وأنه مغفل يريد إدخال الناس في أمر لا يستحق أن يحترم بشأنه. وبالمناسبة أنا أكرر أقول إن مثل هذا الكلام يقال حتى تفهم الأمة والجيل أن الفرق شاسع والبون كبير. ما ظنكم بفئة وقوم، حتى المسجد الأقصى الذي يدعون الآن أنهم يدافعون عنه، بالمناسبة في كتبهم ليس المسجد الأقصى المقصود الدفاع عنه اليوم هو المسجد الموجود في فلسطين. المسجد الأقصى الذي يريدونه يؤولون أنه في السماء مو في الأرض، ويقولون في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فوق، كما يؤولون ذلك. يعني حتى الادعاءات كذب وافتراء، والتاريخ شاهد على ذلك. ولو أن الوقت يسمح لذكرنا ما في التاريخ من تلك الحوادث التي لطخت بالكتابات السوداء، بل والتاريخ الأسود الذي سيظلون فيه بإذن الله تبارك وتعالى. اتفهم الأمة
أن الفرق كما قلت شاسع، وأن القضية ليست بيننا وبينهم مجرد فقط تفضيل الصحابة بعضهم على بعض. حرفوا القرآن الكريم، حرفوا كتاب الله، يقولون في قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يقول المقصود هو هنا أئمتهم المعصومين الأسماء الحسنى. ويقولون في قوله تعالى: فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، قالوا حفصة وعائشة رضي الله عنهما. وقالوا عن الصحابة القول الفظيع الشنيع في سب أبي بكر وعمر. يقول ياسر هذا الحبيب الكويتي هذا، يقول: تعرفون من هو أشد أعداؤكم؟ في محاضرة عنده، قالوا: الحضور. أشد أعداءنا الشيطان. قال: لا لا. قالوا: اليهود والنصارى. قال: لا. قالوا: من؟ قال: أبو بكر وعمر عليهم لعنة الله. وهذا الكلام موجود، وقال كلاما أشد من ذلك فيما يتعلق بحق الصحابة. يتهمون عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه رجل لوطي. يقول عمر بن الخطاب: يفعل به اللواط، وأنه من شدة حبه لللواط يحك إليته على الأرض رغبة في الرجال. وهذا الكلام مدون، ليس كلام من تلقائي أنا. أسألك بالله الذي هذا قوله وهذا فعله في عداء عداوته للإسلام والمسلمين. عبد الله بن سبأ، تاريخ الشيعة خيانة، بدايات الفتن في عهد الصحابة، في عهد عمر وعثمان وعلي وما حدث بعدهم إلى يومنا هذا، كلها ستجد خلفها أولئك الروافض عليهم من الله ما يستحقون. نعم، نحن نقول الأمة والشباب على وجه الخصوص ليس لها إلا مرجعياتها من العلماء وأهل الرأي، ولا نصدر من أنفسنا فيما يسيء لنا ويسيء إلى ديننا، وأن نتهور بفعل أمر لا ينبغي ولا يكون، هذا لا ندعو إليه. إنما يدعى إلى أن يعرف المسلمون حقيقة فساد معتقد أولئك القوم، وأن الفرق بيننا وبينهم كما بين السماء والأرض، وأنهم بعيدون كل البعد عن الحق والدين والإسلام ومعرفة الله ورسوله حقيقة المعرفة. ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين، وأن يجعلها آمنة مطمئنة رخاء يا رب العالمين. اللهم انصر جيشنا، الجيش الذي يرابط على حدودنا الجنوبية يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد سهامهم، وانصرهم على الشيعة يا رب العالمين. عبادك الموحدين في كل مكان، في فلسطين وأفغانستان والعراق وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك الموحدين، واجمع اللهم كلمتنا في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بلادنا بسوء وشبابنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا وأماننا، واجعلنا في أرض مطمئنة آمنة رخاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لإخواننا الموتى في كارثة جدة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تلهم أهلهم الصبر والسلوان، ونسألك اللهم يا حي يا قيوم أن تجعلنا من المتحابين في جلالك، المتعاونين على البر والتقوى في رضاك. شكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم، وموعدنا إن شاء الله في الدرس القادم في الشهر القادم. زادنا الله وإياكم توفيقا، أستودع الله صحبا، كنت أذخرهم في النائبات فلا ظلم ولا عار، الملتقى في جنان الخلد إن قبلت منا صلاة وتسبيح وأذكار. تم الكلام، وربنا محمود راعي العلا، سبحانه والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما طار قمري وأورق عود. شخصية أعتقد بل وأجزم أنها محبوبة.